السلام عليكم متابعي الشق الخياطه والتصيير، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحه جيده ان شاء الله. في الفيديو ديال اليوم اولا الدرس ديال اليوم غادي نشوفوا انواع الكلوش اللي كنديروهم في التنورات او لا في الفساتين. يعني الكلوش دائما كيكون في الفستان، كيكون فيه قصه، يعني كيكون على شكل تنوره وكركبوه مع القطعه الفوقانيه. هنا غادي نوريكم انواع الكلوش وحتى الثوب شحال يكفيكم لكل نوع بالنسبه، يعني كان طويل او لا قصير. اذا هنا كيشتو انواع الكلوش، كاينين ثلاثه الانواع: الكلوش الميني كلوش يعني كلوش عادي، وكاين النصف كلوش، وكاين الدبل كلوش، هذا اللي تيكون دائري تيكون مغلق. اذا الطريقه ديالهم غنوريها لكم هنا على الورق كيفاش تنيو الثوب، ومن بعد نشرح لكم كيفاش ترسموا الباترون ديالو بحال هكا. اذا على الثوب غادي ناخذوا الثوب. بالنسبه هنا للثوب الميني كلوش كنحتاجوا المتر ونصف، اذا كانت يعني قصيره حد الركبه مثلا غديروا فستان حد الركبه غتحتاجوا متر ونصف فقط للتنوره. يعني انا كنهضر دابا هنا على التنوره، ما كنهضرش على الفستان مثلا كامل، كنهضر فقط على التنوره. متر ونصف وطويله مترين ونصف، نصف كلوش اذا كان طويله الاسفل كتحتاجوا مترين ونصف. نصف كلوش كنحتاجوا له القصير متر ونصف، طويل كنحتاجوا 3 متر. بالنسبه للدبل كلوش كنحتاجوا مترين قصيره و4 متر طويله. بالنسبه انا الفستان ديال الزفاف ديالي كنت فصلته وكنت صورته لكم، فقط في التنوره درت فيها 5 متر، فقط في التنوره درت 5 متر. علاش؟ لانني درت الخلف اطول من الامام، ما درتش دبل كلوش عادي، درت دبل كلوش ولكن الخلف طويل، داكشي علاش احتاجيت 5 متر فقط في التنوره فقط. كي قلت لكم لا كدرتها بالثوب ساتان وكذلك بالتويل. ان شاء الله دابا نعاود نصورها لكم شي نهار، انا حطيت لكم الصور ديالو، ان شاء الله شي نهار نلبسها لكم، يعني نلبسها ونصورها لكم فيديو ونشاركها معكم الطريقه ديالك تخيط يعني فستان سهل ولكن جا رائع. اذا كي قلت لكم غادي نشوفوا الطريقه ديال نبداو اول حاجه بالميني الكلوش. ميني كلوش بحال هكا كناخذوا الثوب وكنتنيوه على شكل مثلث. كنتنيوه على اثنان. هنا الثوب على حساب تنيته على اثنان، غتقسموا الدوره ديال الحزام على اثنان. هنا وكي قلت لكم في هنا في الكلوش شنو كنحتاجوا، كنحتاجوا الدوره ديال الحزام. كتاخذوا الدوره ديال الحزام على حسب، اذا كنتو مثلا الدوره ديال الحزام غادي ديروها بالخيط مثلا بالخيط المطاطي، يكون فيها الخيط المطاطي، فانتوما غادي تزيدوا 8 اولا 6 سنتيم ديال الخيط المطاطي. يعني القياس مثلا الدوره ديال الحزام ديالكم مثلا عندكم في الدوره ديال الحزام كامله مثلا 80، غتزيدوا عليها 6 سنتيم غتولي 86. اذا تنيتو الثوب على 2 غتقسموا هاد 86 على 2، تنيتو الثوب على 4 غتقسموها على 4، يعني على حساب الثوب تنيتو على 2 غتخدموا بالربع بالنصف، تنيتو على 4 غتخدموا بالربع ديال الدوره ديال الحزام. نتمنى هاد الشيء يكون واضح. هنا تنينا الثوب على 2 فحنا غادي نخدموا بالنصف، يعني الدوره ديال الحزام غادي نقسمها على 2. مثلا انا عندي في الدوره ديال الحزام مثلا الدوره ديال الحزام 80 كامله، غنقسمها على 2 غتعطيني 40، غنقلب على القياس 40 مثلا، هي هذه غنبقى نازله حتى نلقى بالسنتيم 40، وغادي نوضع القياس بحال هكا. هذه اذا كان يعني اذا كنتو غديروا الخيط المطاطي كنتو غديروا مثلا بالسحاب من الخلف، فانتم غتاخذوا الدوره ديال الحزام كما هي وتزيدوا فقط سنتيم ديال الخياطه، هذه كتزيدوها على الثوب فقط لا غير، وتقسموا القياس اذا كنتو غتقسموه، اذا كنتو غديروا الثوب على 2 فانتم غتقسموها على 2 القياس ديال الدوره ديال الحزام. كنتو غادي ديروا القياس تنيو الثوب على 4 الدوره ديال الحزام غتقسموها على 4 وتخدموا بالربع. هنا انا عندي الثوب متني على 2 فانا غادي نقسم الدوره ديال الحزام على 2 ونحط القياس ديال الدوره ديال الحزام هو هذا، وكنرسموه بهذا الشكل صافي. كنحددوا الطول ديال التنوره، هذا هو الطول ديال التنوره، ونبقاو غاديين نفس القياس بحال هكا. صافي هذا عندنا هو الميني كلوش، غادي نقطعوه. وهاد الفتحه هذه كتجي في الخلف كنديروا منها النيت السحاب
وكتجي في الخلف، ما كتجيش في الجوانب، كتجي في الخلف الخياطه. ها انتما كي كتشوفوا هذا هو الميني كلوش، يعني كيجي بحال الشكل ديال الايفازي، كتجي بحال هكا خياطه في الخلف. كتجي بحال هكا، يعني كتجي تنوره بحال الشكل ديال الايفازي. سمحوا لي البنات على الاضاءه، كتجي بحال هكا يعني بحال الشكل ديال الايفازي. هذه هي كنقولوا لها الميني كلوش. غادي نحطوها هنايا وغادي ندوزو للطريقه الثانيه واللي هي النصف كلوش. النصف كلوش كناخذو وكنتنيو الثوب على اثنان بهذا الشكل هذا. هنا جهه مسدوده، هنا جهه مفتوحه، وهنا كذلك كنقسمو. هنا عندي الثوب على اثنان فقط، كنقسمو الدورة الحزام على اثنان، غادي نقسمو على اثنان وغادي نحطو القياس ديال الدورة الحزام. نبقاو نازلين حتى نلقاو نفس القياس ديال الدورة ديال الحزام بحال هكا صافي. وغادي نرسم الدورة، نرسم الخط ما بين هاد النقطة وهاد النقطة، وغادي نحط الطول ديال التنوره من هاد النقطه هادي ديال الحزام، غنحط الطول ديال التنوره. نبقى غادي بنفس الطريقه بحال هكا، هذا كنسميوه نصف كلوش. ها انتما غادي نقطع، سمحوا لي البنات على الاضاءه، حتى هي كتجي فيها خياطه في الخلف ولكن كتجي كلوش. ها انتما كي كتشوفوا غادي تجي دايره، راه نفس القياس اللي استعملت المصغر في القطعه الاولى هو اللي استعملت في القطعه الثانيه، ولكن كتجي هذه كلوش على الاخرى كيف ما كتشوفوا. شتي راه نفس القياس ديال الحزام ولكن كتجي كلوش عليها، يعني كتجي واسعه عليها. هذا النصف كلوش. دابا غادي ندوزو للدبل كلوش اللي هو ساهل وكيجي رائع، كيجي بالفساتين. هو اللي خدمت به الفستان ديال سميتو ديال الزفاف ديالي. غنحاول نخلي لكم شي صوره هنا الى تفكرت نخلي لكم الصوره ديال الفستان. هنا الدبل كلوش كنتنيو الثوب على اثنان، كنتنيو الثوب على اثنان وكنجيو من الجهه المسدوده الفوق، او كناخذوا هذا القياس اللي عندنا في الثوب وكنقسموه على اثنان بحال هكا، وكنجيو كنحطو الدورة ديال الحزام مقسومة على اثنان، كنحطوها الدورة ديال الحزام مقسومة على اثنان، غنحطوها هنايا، يعني غنحطو الربع من هنا الربع من هنا اللي هي النصف ديال الدورة ديال الحزام، النصف ديال الدورة ديال الحزام في الأمام والنصف في الخلف. إذا الدورة ديال الحزام غنقسمها على اثنان ونعاود نقسموها على أربعة، وغنحطو النصف من هنايا والنصف الاخر من هنا، وغادي ننزل بها من هنا كذلك النصف، كننزلو به من هنايا، وفي الخلف راه غادي تنزل لينا، كنزلو هذا النصف اللي درناه هنايا، عفوا الربع، الربع ديال الدوره الحزام كنديروا النصف هنا وربع النصف هنايا والنصف كذلك هنا، ونبقاو غاديين بنفس القياس بحال هكا. يجينا بهذا الشكل هذا صافي. هنا غادي نحطو الطول ديال التنوره، بحال هذا الشكل هذا غادي نبقاو غاديين وحنا كنحطو في الطول. هنا في هذه الطريقه هذه البنات، اولا كاملين هادو اللي ذكرنا، الطرق كاملين اللي ذكرنا. اذا بغيتو ديروا
الخلف اطول من الامام، كتاخذوا واحد الجهه وكتخليوها هي الخلف، مثلا هذه هي الخلف، كتزيدوا في الطول ديالها على الامام، كتسميو مثلا هذه هي الجهه الامام وهذه الجهه الخلف، وكتزيدوا في الطول ديالها. صافي غادي نقطع. وغادي نقطع الدورة ديال الحزام. صافي وكتجينا بحال هكا. هذه هي التنورة الكلوش، هانتوما ممكن البنات طريقة انكم تثنيو التوب على اربعة بهذا الشكل هذا بحال هكا، وتحطوا فقط نصف ربع ديال الدورة ديال الحزام، ولكن نفس الطريقة. المهم كي قلت لكم هنايا كتنيو التوب على اثنان، وكتحطوا من هاد من هنا تقسموها على اثنان على المنتصف، وتحطوا هنا الربع ديال الدورة ديال الحزام، وهنا الربع، وهنا كذلك الربع. صافي وكترسموا الدورة ديال الحزام هي هذه، وكتعطيكم تنورة ها هي دبل كلوش بحال هكا. ها نتوما غادي تشوفوا هذه كلوش دبل كلوش، وهذه نصف كلوش، وهذه الميني كلوش. فهمتوا؟ يعني شفتوا كيفاش كيجيو، كتجي وحده اكبر من الاخرى. هذه كتجي فاش كتخيط، هذه بالنسبه اللي بغاو يديروا لها السحاب، فانتوما غادي تفتحوها من واحد الجهه بحال هكذا، كتفتحوها من الجهه ديال الخلف. ولا بالنسبه الا كنتو غادي ديروا الخيط المطاطي، فانتوما كتصايبوا الباندا ليهم، الباندا كديروا العرض ديالها مثلا على حسب اللي بغيتو نتوما، وكتركبوها يعني للتنوره من هنا، كديروا الباندا مستقيمه، ماشي كديروها دائريه على حسب الحزام، لا كديروها مستقيمه، كتاخذوا الدوره ديال الحزام هي هذه كامله كتعبروها، وكديروا باندا. يعني ان شاء الله من بعد نديروا التطبيق ديال سميتو ديال التنورات، ماشي غندير لكم مور هذا الدرس هذا، ولكن ان شاء الله من بعد نديروا شي تطبيق ديال التنوره مثلا كبيره فيها، اولا فستان مثلا فيه الكلوش. هنا غادي نهضر لكم على كي قلت لكم الا بغيتوا تزيدوا يعني في التنوره يعني في الخلف ديروها اطول من الامام. مثلا هذا هو لهنا كيكون جهه مسدوده، هنا راه جهه مسدوده، هنا كذلك جهه مسدوده، هذه الفوق باش يكون الامام، هنا كتكون جهه مسدوده، وهنا جهه مسدوده، هنا مفتوحه، هنا مفتوحه، هنا فين كطولوا الخلف، الا بغيتوا الخلف طويل كتزيدوا هنايا مثلا حتى لهنايا، وتاخذوا من النقطه الامام للنقطه الخلف باش كيجيكم الخلف اطول من الامام. نفس الشيء غادي ديروه هنايا، مثلا هذه جهه مسدوده، كنمشيو للجهه المفتوحه هي الجهه ديال الخلف، وكنزيدوا في الطول ديال التنوره، وكناخذوه من هنايا من هذه النقطه هذه للنقطه الامام، الامام كتبقى القياس ديالها كما هو. بالنسبه كذلك الخلف، الخلف مثلا هو هذا، غادي نزيدوا في الطول ديال التنوره، والامام غيبقى كما هو، ونبقاو غادي كنرسموا الخط حتى نوصلوا للنقطه ديال الخلف. يعني هذه هي الطريقه ديالها، راه ماشي صعيبه بزاف، الطريقه ديال الكلوش سهله. نفس الطريقه ممكن انكم تستعملوها كذلك حتى الاطفال، يعني البنيتات بالنسبه للفساتين والتنورات ديالهم، راه طريقه واحده. هادو هما الانواع ديال الكلوش، يعني كاين الكلوش الميني اللي داير بحال شكل الايفازي، وكاين الكلوش النصف كلوش عفوا، وكاين هذا الدبل كلوش. اذا كيف ما شفتوا البنات كان هذا هو الدرس ديال اليوم، نتمنى انه يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنساوش انكم تشاركوا مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش كذلك تخليوا لي اللايك ديالكم، اللايك لك، وما تنساوش البنات ممكن انكم تفرجوا في الفيديو على الاقل على الاقل دقيقتين باش كتحسب يعني المشاهده، وما كيتحسبش ان الفيديو يعني ما عندوش قيمه ملي كتدخل الفيديو وكتخرجوا، يعني اليوتيوب كيحسبوا ان الفيديو ماشي مفيد. من الاحسن يعني الا جات على خاطركم انكم تشوفوا الفيديو يعني على الاقل دقيقتين، واخا ملي كنتو ما غتشوفوهش كامل تفرجوا لواحد دقيقتين وعاد تخرجوا، باش هكذا يعني اليوتيوب يطلع ان الفيديو راه مفيد. شكرا لكم بزاف بزاف، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، الى اللقاء.